بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة هبدأ بالخبر الأبرز، وعايز أطمن حضراتكم على مؤمن زكريا. مؤمن زكريا الحقيقة منذ قليل ومن حوالي ساعة تقريبا تعرض لوعكة صحية، وعلى إثر هذه الوعكة طبعا دخل المستشفى ونزل صورة لي على الستوري في الفيسبوك. عايز أطمن حضراتكم، ودي طبعا زوجته كتباله حبيبي سلامتك طبعا يا قلبي، ربنا يقومك لينا بالسلامة إن شاء الله. هي بعض الفحوصات لمؤمن خلال النهاردة وبكرة، بكرة بالكتير إن شاء الله أو بعد بكرة، بناء على الكلام اللي احنا عرفناه إن هو بكرة بالكتير أو بعد بكرة إن شاء الله، إن شاء الله يخرج مؤمن زكريا لجمهوره، جمهور النادي الأهلي، والأهلي بيته الأول الحقيقة، ولجمهور النادي الأهلي، لأنه مؤمن من اللاعبين الأعزاء على قلوبنا جميعا الحقيقة. كلنا كأهلوية بنحب هذا الرجل وبنحب هذا اللاعب الرائع. زي ما حضراتكم عارفين طبعا مؤمن بقاله فترة تعبان شوية، ولكن إن شاء الله إن شاء الله بمؤازرة كل الأهلوية، بمؤازرة كل مصر الحقيقة، مؤمن يرجع ويبقى أفضل من الأول ونشوفه مرة تانية إن شاء الله في الملاعب. ولكن أنا عايز بس أطمن حضراتكم إن هي كانت إن شاء الله تكون حاجة بسيطة جدا، وبكرة أو بعده بعد إجراء كافة الفحوصات الخاصة بمؤمن زكريا إن شاء الله بكرة كمان نطمنكم عليه، وبعد بكرة نقول لكم كل الأمور كانت ماشية إزاي. لكن ألف السلامة طبعا لأحد واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي جم الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي. دعوات حضراتكم تكون دائمة لهذا اللاعب الرائع وهذا الشخص الرائع مؤمن زكريا. مرة تانية الأمور الحمد لله لغاية دلوقتي كله تمام، إن شاء الله مزيد من الفحوصات النهاردة وبكرة، ويا بكرة بالليل يا بعد بكرة الصبح إن شاء الله مؤمن يكون في بيته مرة تانية. كل الأمنيات الطيبة طبعا لمؤمن زكريا بالشفاء، وإن هو يبقى أفضل كمان من الأول.